بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حاب اوضح الفيجر اللي يربط بين ووتر ساتوريشن والكابيلاري بريجر بي سي. طبعا هذا المخطط او الفيجر هو راح يمثل لنا النكمه الموجود بالداخل، واللي هاي المنطقه هي راح تكون اويل بيزون، اما المنطقه الموجوده بالسفلى هي راح تمثل لي منطقه المياه. المنطقة اللي تكون بيناتهم هي منطقة ترانزيشن زون، المنطقة الانتقالية. زين، هذا المخطط يربط لنا العلاقة بين من هذا يمثل مقدار هنا مقدار الاتش مقدار الاتش مع من مع الضغط الضغط الشعري. هنا هاي المكان ضغط العتبة، هذا هو راح يمثل لي ضغط العتبة، واللي يكون الساتوريشن 100%، اي ان ضغط الساتوريشن للمياه هو 100%. زين، القوانين اللي ممكن نستخدمها خلال هذا الفيجر هو هذا القانون البي سي كابيلاري بريشر يساوي 0.433 في تغير بسبيسيفيك جرافيتي بين الووتر والاويل، بالاضافه الى الثيكنس، عفوا بالاضافه الى الاس الارتفاع، اللي يمثل الارتفاع المن للفري ووتر ليفل. ملاحظة مهمة جدا، هو الارتفاع مثل الى الفري ووتر ليفل الاتش، ويختلف طبعا باختلاف البي سي اللي ناخذها. الفكرة بتطبيق هذا السؤال هو بس التغير بين بي سي والاتش. يعني اذا اخذنا الضغط عند هاي المنطقة، يعني البي سي هنا راح تكون البي سي هي البي دي هاي المنطقة، فان راح نحصل على قيمة اتش 1. لاحظ راح نحصل على قيمة H1. أما إذا أخذنا البي بهاي المنطقة، إذا أخذنا البي بهاي المنطقة لما يكون عند شنو؟ عند الاس دبليو سي، يعني ضغط المياه الحرج، راح يكون الاتش هو يمثل لي H2. الاتش راح تمثل لي H2 مش وقت لما أخذنا الضغط بهاي المنطقة، يعني منها بالضبط منها، هو الضغط لما يكون عند الاس دبليو اس الاس دبليو سي عفوا. زين، في السؤال شنو مطلوب من السؤال؟ اول شيء اما يطلب الثيكنس، هي الاتش هاي الثيكنس، يعني طبقه ترانزيشن زون راح يطلبها من عندي، او يطلب العمق، يعطينا اعماق ويطلب العمق. فهسه حاليا اذا اراد الترانزيشن زون منطقه انتقاليه سموكه الثيكنس، فشنو نحصل على الاتش 1 وراح نحصل عليه من على H2. لما نطبق البي دي هنا هنحصل على H1، واذا طبقنا الضغط اللي هنا موجود عند ال SWC هنحصل على H2. من خلال هذا القانون ال H2 ايش راح تمثل لي؟ تمثل لي هاي الطبقة، هذا السمك الثيكنس زاد ال H1. الان حصلت ال H2 حصلت ال H1، راح احسب الترانزيشن زون. اما اذا اعطانا اعماق، الاعماق راح يعني نضيف العمق الموجود، اما نضيف H1 او نضيف الثيكنس. هذا كل ما موجود هو خلال هذا الفيجر، ويعني تقريبا هذا الفيجر ماخوذ من كتاب طارق احمد صفحة 213، وينحل بعدة طرق يعني، بس هي الطريقة الاسهل والاوضح والاسهل ان شاء الله. شكرا جزيلا.